10 سور 10. مرحبا بكم دي سور 10، باش نحاولوا نلخصوا لكم شنو يصير في نهار كامل. ولكن مطران اضطريت نفسخ 3-4 اخبار فيهم قتل وضرب وكذا. معناتها الله يحسن حتى كان فما اما يلزمنا نقصوا سيتو بلي فما نمبر 1 واحد اخر داخل يلزمنا نقصوا من الدوزه الكلنا نقفوا ونصفقوا لنمبر 1 سفينه دهشه. يا تونس 7 نوفمبر يا سفيان اليوم صحوني على الروتار كنت في مكالمة هاتفية أنا وأحمد السقا تنبز يا بلادي تنبز على الأخر وقال لي أنا وقت الجاز في محمد رمضان باش عنده الحق عنده الحق مش كان احمد السقا تنبز حتى زيت سفيان وليد زيت تنبز سفيان احمد السقا يعرف علاش تنبز طلبته معناتها نقاه دوبل ابيل وما رجع ليش من وقتها سكرت عليه. تعرف ايش قال؟ اي اي وتعرف ايش قال؟ اي عارف ايش باش يعمل؟ اي قال لك باش نتعدى بالبونتو مع عبد الرزاق. نهار الاحد احمد السقا اي وشكون باش يعمل الحوار؟ عبد الرزاق شو اسمه اللي يدير مع عبد الرزاق؟ شكون شكون مع عبد الرزاق؟ اللي خدم كاميرا كاشيه وجو محمد العوني محمد العوني هي محمد العوني سجري حوار حصري اي بيان سور شبيك سفيان الوجه نعرف الصوت ما عرفتوش دليجي يلا لكن مش خلوا الخبر لول في باردو يا مطران شجار في حفلة النقل العمومي بين شابين يصفر عن وفاة أحدهما طعنا في كار في الكار في ليسي في بارتو معناتها في كل مكان في كل مكان فما عنف يؤدي الى القتل والله سهل مادام طالع بالسكين معناها نيه القتل ونيه الضرب ونيه الدغر موجوده اش معناتها واحد داخل في كار يسمع السكين اي شنو معناها؟ وتولى ما نفهمش مش قاطع سلاطه غادي شنو مش تطلع في الكار تولي ما موسوس قطعوا سلاطه اي صحيحه صحيحه والله فازت السكين شنو عيطوا لها في الحومه اللي هي السكينه؟ مسموس عاده لا معناتها راه فوق مني سكين فوق الحديد فوق الحديد فوق الحديد والحديد يزيد اي الحديد يزيد سلاح ابيض عنده سلاح ابيض ما صارت لكش مره اني تعرضت لطعنات او محاوله طعنات جاتي طعنات اخرى مين جاتك؟ شو هي الطعنات اللي جاتك احكي طعنات اخرى في الظهر مين شكون طعنك؟ من بعد الزملاء ليه؟ اي وتخلي تراس كيما الاخرى والله لحظه بالحق تحكي ولا تفضل نعم تحكي بالحق ولا تفضل شنو نحكي بالحق يعني راس في شخشوفه قلبه انت مطعون يعني في مطعون في ظهرك مطعون يا بيبي من الزملاء ما وزميلات ولا زملاء لا زملاء شكون كوميديين ما غير ما نذكر الاسماء اش بيك جبان لا مش جبان حفاظا على الامن باش تتعلم الحوار كي عبد ما جاوبش مش نسبوه نحاولوا نخليوه يجاوب جبان وصف شوف عبارة قلت له سفيان جميل شبيك جميل حفاظا على الأمن على الأمن العام الأمن العام صار له درجة كبيرة نرجع نحب نقول لك اللي عنا برغل بالعلوش اليوم يا سفيان فطور وبرغل مش مفور بالطريقة القديمة ايوه الله الله يلا شيف انا جايينك الطفله اللي اختفت زاد الفتاه الله يرحمها وينعمها وان شاء الله في الجنه يا ربي اختفت من 15 اكتوبر يلقاو جثه سيرين بن غشام في البحر تعزينا لعائلتها وان شاء الله ربي يرحمها وينعمها قعدوا مده يلوجوا فهم برشا توانسه حبوا يتحايلوا عليهم لقاوها مازالت الحيثيات لقاوها متوفيه الله يرحمها الله يرحمها وينعمها لا في البحر انا ما فهمتش غارقه والا ما ولا لقاوها جثه في البحر اختها قالوا عائلتها قالوا هكا المهم لهم تو نحكيو يلا احتجاجا على الغاء قطار سوسه تونس دون سابق اعلام بصفه متكرره مسافرون يحتجون ويعطلون سير قطار جابس تونس شنو هي الاسباب يا نوفل؟ تاخير شنو الاسباب؟ لا لحظه ما يلزمناش نقبلوا اي سبب تعطيل قطار امر ممنوع طبعا هي طبعا انا قلت لك شنو علاش معناها ما يهمنيش في الاسباب لانه قطار سوسه تونس يغيب دونك نوقفوا قطار جابس تونس لا لا يقبل تعطيل قطار لاي سبب ابدا اي فوالا مهما تكون يطلعش القطار هكا يرمي عليكم في الحجر لا يقبل تعطيل قطار لانك انت القطار تعطل عليك انت عطلت مئات اخرين وهذا لا يقبل كي العبيد قسم بالله ماهوش اسلوب الاسلوب هذا لازم نتجاوزو شوفوا اسلوب اخر للافو دير هو نقص الاسلوب هذا ما عادش موجود برشا الحمد لله جاتنا سنوات كل شيء معطل كل شيء معطل يلا وزير التكنولوجيا قال استكمال ربط المدارس بالانترنت في اخر نوفمبر وتولي مش تولي عندنا بعض المدارس ما فيهاش تواليت فيها انترنت
الحمد لله. أما باجة صعقر عادية تتسبب في حريق بأرض في لحية أتلفت 12 بلطون. رئيس اتحاد التاكسي على دولة توفير النقل وإسناد مزيد من الرخص، بعد شوي باش نحكيو على التاكسيات. تواصل ظهور سحب الليلة مع أمطار وتساقط البرد، الطقس ولا سخون بطريقة غريبة ما استنيناه. أنا ديما نقمر بال 15 أكتوبر عيد جلي بعده تبرد الدنيا، ما توا فتنا وصلنا نوفمبر ما بردتش. وزير الداخلية الفرنسي سفيان يطالب بي اس جي بتوضيحات بعد رفع جماهيره لافتت فري باليستين، فلسطين حرة. قاعدين نشوفوا يعطيهم الصحة، احنا فرحانين والله. فاجئوني حطيتك فاجئ، اسمع فاجئوني. اه وي انا تشويت كي بي اس جي خسرت في اخر ثانية، وحتى عملوا لفتة زاد لبنان. لبنان هكا زادكم طيحة على جنب. وي ضد معناها سياسية؟ لا لانهم شعارات سياسية هم يقولوا احنا ضد. علاه؟ لا هو قانونهم مثلا، هم نظرتهم للقضية الفلسطينية حاجة أخرى. نحن تماهي بلاد الحرية ولا والديمقراطية ولا ما عندهمش حرية وتحرير حرية شعوب في تقرير مصيرها. تعالي هذا، تعالي الانفصام في الشخصية. هم يطالبوا بالتفسير رئيس وزير الداخلية، قانون ما ريناش فيها حاجة بالعكس حاجة عيب معناتها، لأنه فلسطين كمحتلة العالم كل تقريبا معترف بها. لا وتعمق الأخلاق الفرنسية، ما عندها تاريخ هي في الإطار هذا، ومع حرية شعوب ومع الشعوب المضطهدة. شنو نقولوا كلام وبعدين نجيوا ضده؟ ما عادش تفهم حد شيء. راهو العالم متقدم، العالم متخلف، العالم متحضر. المهم وصلوا صوتهم في الاخر، وصلوا صوتهم. حاجه مزينه برشا. المهم في ماتش ولد البارح قلت لك حاجه تفرح، بخلاف البارسا اللي ضربت اعطت خمس اخرى كالعاده. البارسا الغريبه معناتها خلي يعرضها تعطي خمسة أربعة عادي، أما مهبة تعطي مش ولا مهبة شدها خمسة. أسمع شفت لونترنر، أنا عندي باجة فيها كواليس الملاعب، شفت لونترنر البرسا يظهر لي فما يكيب ربحتها 2-1 ولا حاجة كشعفز فيها، ما فرحانين 2-1 الناس كل كي قالوا أنتم تحليتوا وليتوا نجوم، عفز فيهم ما كمش نجوم ملاعبية وكحصيله محليه مال المانيا بصراحه. المانيا من عهد الحرب سفيان. السيستم تاع الشامبيونز ليغ السنه بطوله اي لي لا، فما احتمال بي اس جي ما ترجعش من الريال. هيش بي اس جي توا 25 لحظه وما 24 لحظه ورين في الثمانيه الاولانيين بريست بريست اي بريست الفرنسيه الدوخ معناتها بريست وليل قاعدين يقدرب بي اس جي البارح قال كره قدم لعينه قال بصراحه هما كحوا كحوا هكا قال هما كحوا كحوا مركب بونتو واحنا عايشين فرصه. هما لو عملوا السيستم هذا باش ينقصوا من سيطره الريال في بالهم، يحاولوا انهم ينقصوا خاطر محب للريال يتكلم معنا عندهم سيطره الريال مش سيطره مش عارف ترجع تلزم اكثر ما تشوي اكثر فرجه. راه نمشيو للدخله بلي باش نحكيو على الاسعار شويه باش تفيقوا بالمقارنه على قد ما المارشي قلت لكم مارشي سنترال رغم اللي عملنا فيه اشتراك وخلصنا ما عادش يبعثوا لنا الاسعار رغم اللي خلصنا بالكارت بونكير وعنا رسو. ولينا نمشي وحدنا وكنس عادين ونلقطوا الأسعار ونقارنوا. يلا نمشي للدخلة. الدخلة.